بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 68 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك. حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من اليمن حضرموت، وباعثها أحد الإخوة من هناك. أخونا عرضنا له بعض الأسئلة في لقاء سابق، ويسأل في هذا اللقاء شيخ صالح بل ويناقش ويقول: نسمع بأن الصحيح من أقوال أهل العلم في الصلاة في مسجد فيه قبر باطلة ولا تجوز، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، الحديث. وربما هناك أدلة أخرى، والسؤال هو: كيف يوجه هذا الحديث، وأين الشاهد ببطلان الصلاة؟ ثانيا، ما هو دليل من يقول الصلاة صحيحة ولكن يأثم صاحبها؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، الصلاة في المساجد المبنية على القبور لا تصح، كما قرر ذلك أهل التحقيق من أهل العلم، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور، وبقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. ووجهة بطلان الصلاة من هذه الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند القبور، والنهي يقتضي الفساد كما قرر ذلك علماء الأصول. النهي يقتضي الفساد، فكيف تصح صلاة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها ولعن من فعلها، كيف تصح مع هذا؟ وأما الذين يقولون إنها تصح مع الإثم فلا أعلم لهم دليلا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كما تلاحظون شيخ صالح، كثرة الرسائل التي تذكر القبور والقبور التي في المساجد بالذات، وتذكر أخطاء الناس في هذا الموضوع. ورغم أن هذا الموضوع يتعلق بالعقيدة، يتعلق بالتوحيد، يتعلق بصحة الصلاة أو عدمها، كل هذه الأمور لا زال الناس في غفلة عنها. ما الحل شيخ صالح، وما هو السبيل إلى تصحيح مسار الناس لتصح عقيدتهم وتصح صلاتهم؟ الحل ميسور ولله الحمد، وذلك بأن يقوم أهل العلم والدعاة إلى الله عز وجل بالتركيز على الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك وبيان أنواع الشرك وتوضيح ذلك للناس، وأن يكون ذلك في دروسهم اليومية المساجد والمدارس ومختلف مجالات التعليم، يهتمون بهذا، وأن يخصوه بالاهتمام بالدعوة إلى الله في محاضراتهم وندواتهم وحديثهم، أن يركز الدعاة إلى الله عز وجل على عقيدة التوحيد وبيانها وبيان ما يضادها وينافيها وينقصها من الشرك، وأن يحذر الناس من ذلك حتى يعرف الناس حكم الله سبحانه وتعالى. أما أن يتعامى الدعاة عن هذا الأمر وينصرفوا إلى أمور جانبية أو أمور فرعية لا تصح إلا بعد صحة العقيدة، كان يأمر بالصلاة أو يأمر بالطاعات ومكارم الأخلاق أو غير ذلك، والناس على عقيدة الشرك لا يبينون لهم ولا يوضحون لهم، فإن
فإن هذا من الإهمال ومن الإخلال، وهذا مخالف لدعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهذا لا يجدي شيئا ولا ينفع شيئا مهما أتعبوا أنفسهم وزعموا أنهم يدعون إلى الله عز وجل، فإن هذا ليس هو منهج الدعوة وليس هو سبيل الرسل عليهم الصلاة والسلام. فما لم يهتم الدعاة والعلماء والمعلمون بهذا الأمر ويركزوا عليه ويوضحوه للناس، فإن الناس سيبقون في جهل وفي ضلال إلا من رحم الله عز وجل. هذا هو السبب في فشو هذا المنكر، وهو تضييع العلماء أو غالب العلماء، لا نقول كلهم، هناك والحمد لله من يقومون بهذا الواجب، ولكن الغالبية معرضون عن هذا الشيء، خصوصا الذين ينتسبون للدعوة لا يهتمون بهذا إلا ما شاء الله. هذا هو، ويحتج العوام والجهال بأولئك ويقولون لو كان هذا محذورا لما سكتوا عنه ولما تركوا الكلام فيه. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. دور وسائل الإعلام في هذا الباب شيخ صالح؟ دورها عظيم ومسؤوليتها كبيرة، لأن وسائل الإعلام هي من أعظم الوسائل التي توصل الخير إلى الناس في مختلف البقاع، فدورها عظيم ومسؤوليتها كبيرة أن توصل هذا الخير وأن تنشر دعوة التوحيد من خلال ما تبثه للناس، لأجل أن يصل هذا النور إلى الناس في أي مكان. قد يصعب على الإنسان أن يسافر إلى مكان بعيد أو إلى مكان شاق، بينما صوت وسائل الإعلام يصل إلى أي مكان بسهولة، فبإمكان الداعي أن يتكلم في مكان ويحمل صوته، تحمل صوته وسائل الدعوة وتبلغه للمشارق والمغارب، فهي وسيلة عظيمة ونعمة كبيرة لو استغلت للدعوة إلى الله وبيان التوحيد والعقيدة الصحيحة، تحذير الناس من هذا الأمر الخطير. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ماذا يقول الشيخ صالح لأولئك الناس الذين يصلون في مساجد فيها أضرحة أو يطوفون بالقبور أو يدعون الأولياء ويقولون المدد المدد وما أشبه ذلك، ماذا يقول لهم الشيخ صالح جزاكم الله خيرا؟ أما الذين يصلون في مساجد فيها أضرحة، إن كانوا يعتقدون في هذه القبور أنها تنفع وتضر وأن الصلاة عندها لها ميزة، هذا شرك أكبر وهذه الصلاة باطلة. أما إذا كانوا يصلون لله ولم تتعلق قلوبهم بهذه القبور، وإنما رأوا هذا المسجد في طريقهم ودخلوا وصلوا فيه، فهؤلاء صلاتهم لا تصح، ولكن ليسوا مثل الصنف الأول الذي يعتقد في هذه القبور، فهؤلاء صلاتهم لا تصح وهم قد أخطأوا في أداء الصلاة في هذا المكان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند القبور وإلى القبور ونهى عن اتخاذ القبور مساجد، فهؤلاء أخطأوا وعليهم أن يعيدوا الصلاة. أما الأولون الذين تعلقت قلوبهم بالقبور ورجوا نفعها ودفع الضرر عنهم بها، فهؤلاء مشركون وصلاتهم وأعمالهم لا تصح إلا أن يتوبوا إلى الله عز وجل. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما مدى خطورة هذا على الأجيال شيخ صالح، على الأبناء على البنات؟ الخطورة عظيمة، لأن الأجيال القادمة والعوام والجهال كلهم ينشأون على هذا الشيء، ويعتبرون أن بناء المساجد على القبور من الدين، ولذلك كثير منهم لا يلتفتون ولا يهتمون بالمساجد الخالية من القبور، وتكون ناقصة في اعتبارهم، لا يعظمون ولا يحترمون إلا المساجد التي تكون على القبور، نتيجة للجهل ونتيجة لإغواء الشيطان وتزيينه للناس. فالأمر خطير، والتغافل عن هذا الشيء كبير، لأنه دعوة إلى الضلال، وينشأ على هذا أجيال من الناس تظنه حقا وتعتبر أن هذا من الدين، وأن المسجد الذي ليس فيه قبر لا أهمية له وهو ناقص في عرفهم، بينما العكس هو الصحيح، المسجد الذي ليس فيه قبر هو المسجد الصحيح المعتبر عند الله سبحانه وتعالى، الذي هو بيت من بيوت الله عز وجل تضاعف فيه الصلاة مع الجماعة. أما المسجد المبني على القبر فإنه وثن وليس هو مسجدا في الحقيقة. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يرى فضيلة
الشيخ صالح أن مناهج التعليم إذا تضمنت شيئا من التذكير بهذا يكون له نفع ويكون له جدوى؟ لا شك أن مناهج التعليم إذا ركزت على بيان التوحيد وبيان الشرك، بيان التوحيد من أجل أن يؤخذ به ويلتزم ويتعبد لله به، وبيان الشرك من أجل أن يجتنب ويحذر منه ويحذر منه، إذا ركزت مناهج التعليم، وهذا هو الواجب على الدول الإسلامية أن تكون مناهج التعليم فيها مصدرة بعقيدة التوحيد وبيانها وبيان ما يفسدها ويضادها من الشرك والبدع والخرافات، هذا هو الواجب، وهذا هو الوسيلة التي تربي الأجيال على التوحيد وتبعدهم عن الشرك. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ننتقل إلى قضايا أخرى عبر رسائل أخرى. أما الرسالة التالية فهي رسالة إحدى أخواتنا من أبها، تقول السائلة بيم ميم قاف الفيفي، تقول: هل الكحل السائل يمنع وصول الماء إلى البشرة إذا كان يوضع تحت الرموش، علما بأنه لا يوضع داخل العين وكذلك لا يؤثر تأثيرا ظاهرا؟ جزاكم الله خيرا. الكحل السائل فيه تفصيل، إن كان لا يتجمد على ما يوضع عليه فإنه لا يضر، إن كان مجرد لون ولا يكون له جرم جامد على ما يوضع عليه من رموش العين وما حول العين فإنه لا يضر، لأنه مثل لون الأصبع ولون الحنة ما يضر. أما إذا كان له جرم يتجمد على ما وضع عليه فإنه يمنع وصول الماء إلى ما تحته، وبالتالي لا يتم الوضوء، لأن الوضوء يجب أن يعم كل ما أمر الله تعالى بغسله أو مسحه حسب كما أمر الله سبحانه وتعالى. إذا كان هناك شيء على بعض الأعضاء على العينين أو على غيرهما قد تجمد وصار له جرم يحول بين وصول الماء إلى ما تحته فإنه يجب إزالته ولا يصح الوضوء معه. ولهذا يقول الفقهاء إن من شروط صحة الوضوء إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل أيضا عن الحمرة التي توضع على الشفتين، هل تؤثر على الوضوء أو لا؟ التفصيل هي كالتفصيل في الكحل السائل. نعم. تقول إنها فتاة متزوجة والحمد لله وتبلغ من العمر 17 سنة، وزوجها طالب وهو دائما مشغول بالمذاكرة أو بالنوم، وتحس بفراغ وحزن شديد، وتقوم بقراءة القرآن وتنهي المصحف دائما، وما زال في نفسها الشيء الكثير حول هذا الموضوع، وتسألكم كيف تتصرف جزاكم الله خيرا، إذ أن الحزن والقلق بدأ يدب إلى نفسها. جزاكم الله خيرا شيخ صالح. لا داعي للحزن والقلق ما دام أن زوجها كما ذكرت طالب معني بدروسه وأنه يتعب ويحتاج إلى الراحة، فعليها أن تصبر، عليها أن تصبر، لأن هذا لا يدوم، تنتهي الدراسة ويحصل لها ما تريد من زوجها إن شاء الله، فعليها بالصبر. وما دام زوجها مشغولا بالدراسة هذا شيء طيب، الحمد لله أنه مشغول بشيء مفيد ولم يكن مشغولا بلهو أو لعب أو غير ذلك من الأمور الضارة. الدراسة شرف ومفيدة وأيضا وقتها لا يستمر. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كيف تمسح المرأة رأسها عند الوضوء؟ هل تمسح كما يمسح الرجل أم توجهونها إلى شيء آخر؟ جزاكم الله خيرا. نعم، تمسح كما يمسح الرجل، وكما جاء في السنة من أن المسلم إذا أراد أن يمسح رأسه في الوضوء يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، بأن يضع يديه مبلولتين بالماء على مقدم رأسه ثم يمرهما إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه. هذه صفة مسح الرأس للرجل وللمرأة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع عوض ميم سين بعث يسأل ويقول: أقول في صباح كل يوم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله 100 مرة بكل كلمة منها، أقولها صباحا ومساء، فهل هذا من السنة الصحيحة؟ لأنني دائما في كل يوم محافظ على هذا ولا أخل به أبدا، أرجو توجيه جزاكم الله خيرا. هذه الكلمات أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها هي الباقيات الصالحات، سبحان الله والحمد لله ولا
لا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويكثر منها المسلم في الصباح وفي المساء وفي ما تيسر من الأوقات من غير التزام بعدد معين، لأنه لم يدل دليل فيما أعلم على التزام عدد معين في هذه الكلمات، إلا ما ورد في أن من قال لا إله إلا الله في اليوم 100 مرة فإنه تغفر له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، أو كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي ورد تحديده ب100 هو قول لا إله إلا الله فيما أعلم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا أتى الإنسان بالأذكار المشروعة عقب الصلوات وأراد أن يدعو، فهل يدعو قبل تلك الأذكار أو بعدها؟ جزاكم الله خيرا. الأولى أن يأتي بالأذكار المشروعة ثم يدعو بعدها بما تيسر. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة من إحدى أخواتنا المستمعات، تقول المرسلة تسأل وتقول: أعرض على فضيلتكم هذه القضية، وهي أن لي صديقة تصلي وتصوم وتتصدق، ولكن لديها شك في بعض أمور دينها، حيث أنها تشك أن هناك جنة ونار، وأيضا هي تقرأ القرآن الكريم والأحاديث الشريفة، وهي تشك في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وتقول إنها أحاديث قديمة، وقد نصحتها كثيرا ولكن دون جدوى، فما هو رأي فضيلتكم وبماذا توجهونها وتوجهون أمثالها؟ جزاكم الله خيرا. لعل هذا من الوسواس. نعم. الوسواس الشيطان. نعم. مستعان. والوسواس لا يضر، إذا دار في خاطر الإنسان شيء من وساوس الشيطان فإنه لا يضر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. أما إذا كان كما جاء في السؤال شك وتردد فهذا ردة عن دين الإسلام، الشك والتردد هذا ردة عن دين الإسلام. أما إذا كان مجرد وسواس، الإنسان مستيقن ومؤمن ولكن يحصل عنده شيء من الوسواس، فهذا لا يضره والحمد لله. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة بعثت بها إحدى أخواتنا، تقول: أختكم في الله باها أمطيري تسأل وتقول: ما حكم دخول الرجل على النساء بحكم التعليم بدون ساتر بينهم، ونظر النساء إلى الرجل ونظرهن إليه، وما هي النصيحة التي توجهونها إلى أولئك النسوة ألا يأتينا لطلب العلم؟ جزاكم الله خيرا. كان فيه فتنة فإنه منهي عنه. دخول الرجل على النساء للتدريس هذا فيه فتنة، والحمد لله بلاد المسلمين فيها من النساء من يقومن بالتعليم، الرجال يعلمهم رجال والنساء يعلمهم نساء، ولكن هذا يحتاج إلى اهتمام، إلى اهتمام من ولاة الأمور ومن المسؤولين عن التعليم، بأن يجعل للرجال رجال ويجعل للنساء نساء بالتدريس، كما هو معمول به في هذه المملكة ولله الحمد. الواجب على المسلمين في أي مكان أن يهتموا بهذا الأمر. لا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما حكم من أفطر وهو صائم تطوعا بدون عذر، هل عليه قضاء أو كفارة؟ يجوز للصائم تطوعا أن يفطر، لا يلزمه إتمام الصيام، ولكن إتمامه للصيام أفضل، وإذا أفطر فلا حرج عليه ولا يلزمه قضاء. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعث بها المستمع أحمد عبد الله الكلوب من الأردن، يسأل جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول: إذا أخطأ مصل وراء الإمام فهل يجب عليه سجود السهو أم يسلم مع الإمام؟ جزاكم الله خيرا. إذا أخطأ مصل وراء الإمام فهل يجب عليه سجود السهو أم يسلم مع الإمام؟ إذا حصل من المأموم سهو وراء الإمام وقد دخل مع الإمام من أول الصلاة فإنه لا سهو عليه، ليس عليه سجود سهو، بل يتحمله الإمام عنه. أما إذا كان مسبوقا في أول الصلاة وجاء وأدرك مع الإمام بعض الصلاة وحصل منه سهو فإنه يسجد للسهو عندما يأتي بما فاته بعد الإمام، يسجد للسهو بعدما يأتي بما فاته وبعدما يأتي بالتشهد الأخير. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول لي صديق يثق بشخص آخر ويظنه صديقا له، وأنا أعرف أنه يتكلم عنه وأنه يستغله، هل أقول لصديقي عنه أم أعتبر مستغيبا له؟ أرشدوني مأجورين. جزاكم الله خيرا. إذا رأيت من هذا الشخص ضررا على أخيك المسلم فإنك
تنصحه وتبين له هذا الضرر وأن هذا الرجل ليس بناصح له وأنه يريد استغلاله لمصالحه ويريد الإضرار به، هذا من باب النصيحة للمسلم. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعض الناس يقومون بالصلاة بعد الأذان في يوم الجمعة قبل صعود الخطيب، فهل هذه السنة صحيحة؟ هذه لا أصل لها، القيام للصلاة بعد أذان المؤذن وقبل أن يصعد الخطيب هذه لا أصل لها، خصوصا إذا كان أذان ليس بين الأذانين وقت طويل، كان يؤذن الأذان الأول ثم بعد لحظات يقوم ويؤذن الأذان الثاني إذا حضر الإمام، فلا صلاة بين الأذانين. وتأخير الأذان الأول إلى هذا الوقت أيضا غير مناسب وغير مشروع، لأن الأذان الأول إنما جعل لأجل تنبيه الناس للتوجه إلى الجمعة، فلا بد أن يكون سابقا بوقت مناسب وطويل بحيث يكون للناس فرصة للتهيؤ والذهاب لصلاة الجمعة. هذا هو الأصل، الأذان الأول يوم الجمعة. أما أن يؤخر إلى أن يدخل وقت الظهر ثم يؤذن ثم بعد لحظات يحضر الإمام ويقوم ويؤذن مرة ثانية، فهذا غير مشروع ولا صلاة في هذا الوقت. لكن من جاء مبكرا إلى الجمعة فإنه يصلي ما تيسر له، وإن استمر في الصلاة إلى أن يخرج الإمام فهو أفضل. وكذلك من جاء والإمام يخطب فإنه يتأكد في حقه أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي دخل وهو يخطب فقال له: قم فصلي ركعتين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل ترون أن الصلاة السنة بعد المغرب وكذلك بعد العشاء مع أفراد الأسرة في البيت يعتبر هذا عملا مشروعا أم توجهون إلى شيء آخر؟ صلاة السنة في البيت أفضل، صلاة السنة في البيت أفضل، لأن يصلي الراتبة في بيته كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا. وأما أنه يصلي مع أهل بيته جماعة فهذا غير مشروع. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، وكان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.